طبعا داخلين على رمضان، ورمضان ما ينفعش من غير تمر، والتمر والنخل من رموز السلام والخير، وكمان من اكتر النباتات اللي ربنا رزقنا بيها. فيها فوائد كتير جدا 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 جدا، ممكن تعوض عن حاجات كتير قوي بناكلها. يعني النخيل بمختلف انواعه بيدي كمان شكل حلو لاي ارض، ونخيل البلح بيطلع منه اكتر حاجة مغذية وطبيعية خلقها ربنا وذكرها كمان في القرآن. النهارده هنتعرف على انواع التمور المختلفه وفوائدها، ونتعرف اكتر على مصر بتنتج منها كتير جدا في مختلف محافظاتها، وحوالي 75 نوع، ويمكن تكون مصر كمان من اكتر الدول اللي بتنتج تمور. خلينا نتعرف اكتر على انواع البلح الاسواني الناشف اللي كل زوار اسوان لازم يشتروا منه، وهنشوف كمان منتجات مختلفه بتطلع من التمر. خلونا نرحب بالضيوف اللي معانا. معانا استاذ محمد زيدان، محمد زيدان دكتور كيميائي، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ومعانا كمان استاذ ابراهيم اسامه خبير تمور، اهلا بيك. ومعانا دكتور محمود حسن رئيس مهرجان القاهره الدولي للتمور المصري، اهلا بيك منورنا. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. عايزين نبدأ الأول بالترتيب كده بالبلح الناشف، عايزين نعرف أنواع البلح الناشف إيه. وأنا مش عارفة بقى مين أسأل حضرتك. حضرتك واقف قدام البلح الناشف. نسألك يا دكتور على أنواع البلح الناشف، وإيه الفرق ما بين كل نوع والتاني، واختاروا على أساس إيه؟ احنا خلينا نأكد على معلومة ان مصر هي اكبر دولة منتجة للتمور في العالم. هي اكبر واحدة فعلا، أكبر دولة، مش من اكبر الدول. 18% من انتاج العالم بيطلع من مصر. الميزة في مصر ان المناخ فيها متنوع، عندنا من شمال مصر لجنوبها بنقدر ننتج جميع انواع التمور تقريبا. حتى ال 75 صنف اللي قلتي عليهم مصريين بينتجوا، وكمان دخل عليهم اصناف عربية واجنبية اكتر في مصر، ابراهيم هيكلمنا عنها لما يجي دوره. المهم ان مصر بتنتج ثلاث انواع رئيسية: تمور الرطبة في شمال مصر زي اللي هي الزغلول والسماني والبرحي، ده صنف جديد برضو دخل مصر، والتمور النصف جافة تنتج في وسط مصر وفي الواحات البحرية وسيوة، والتمور الجافة اللي احنا قدامنا دلوقتي واللي بتهمنا قوي في رمضان طبعا. كل المصريين لازم لاب رمضان يشتروا تمور جافة، دي بقى تنتج في أسوان لأن الجو حر جدا وجاف، فالتمرة بتطلع فريش، بعد كده تبقى رطب، بعد كده تبقى تمرة تتمر، بعد كده تجف فتوصل للشكل ده. ففي مصر بقى طبعا في أسوان في أنواع كتيرة، منها الملكابي والبرطمودة والسكوتي، وفي نوع بلدي، في نوع اسمه شامية، نوع قرن غزال، انواع كتيرة كلها احنا كمصريين ما بنستغناش عنها في رمضان. طب انا وانا رايح اشتري بلح دلوقتي، عشان كمان رمضان داخل، ففي ستات كتير بتفرج علينا ورايحة تشتري البلح الجميل بتاع الخشاف بتاع رمضان، كويس، تختار اني نوع فيهم؟ ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق في الاسعار؟ هو اغلى نوع منهم ايه؟ في فروقات في هم في ثلاث انواع مشهوره، هي دي الاغلى اللي هم التسكوتي والملكابي والبرطموده، دول الاغلى لان هو بيبقى حجمهم اكبر، فيهم نسبه لحم اكتر، فيهم نسبه سكر كبيره، فبيبقى سعرهم اغلى. تكلفه زراعتهم بتبقى اكتر من الانواع الثانيه؟ لا، تكلفه الزراعه واحده بالنسبه للنخيل كله. القيمه او السعر بيجي من الطلب، يعني في حاجات عليها طلب اكتر عشان هي طعمها احسن فبيبقى سعرها اعلى، الحاجات اللي عليها طلب قليل بيبقى سعرها اقل. في عامل تاني مهم، وفره الانتاج، كل ما كان في انتاج اكتر كل ما بقى فيه السعر يبقى اقل من الحاجات اللي انتاجها قليل. واحنا الحمد لله في مصر دلوقتي زي ما قلت لك احنا اكبر دوله منتجه للتمور في العالم، وان شاء الله نفسنا كمان نبقى اكبر دوله مصدره. اما انا لسه كنت هسالك، طب احنا اكبر دوله منتجه مش اكبر دوله مصدره؟ لا لسه شويه. ما بيكفيناش طيب؟ لا بيكفينا، بس المطلوب بره غير اللي احنا بناكله، او احنا ما سوقناش الاصناف الجافه بتاعتنا، يعني بره بيطلبوا اصناف زي المجدول مثلا. ده مش عندنا. لا دلوقتي بقى عندنا، وفي خلال سنتين ثلاثه هنبقى اكبر دوله منتجه ومصدره للمجدول. في مشروعات رئاسية ضخمة بزراعة 5 مليون نخلة، معظم النخل ده من الأصناف التصديرية وعلى رأسهم المجدول. احنا السنة دي صدرنا 4000 طن مجدول، ومتوقع السنة الجاية يبقوا 16000 طن مجدول، واللي بعدها هيبقى أكتر لأن كل سنة في مساحات أكتر بتدخل في الإنتاج، ففعلا هيبقى مصدر مهم جدا للعملة الصعبة، لانه كمان البلح مش حاجه رخيصه، يعني مش من مش من المحاصيل الرخيصه اللي بتتباع بفلوس قليله. البلح حاجه مش يعني ثمنه غالي، منتج اقتصادي ومحصول استراتيجي، ومنظمه الفاو
بتقول ان التمور هتبقى هي المنقذ للبشريه في ازمه الغذاء، او اللي طبعا. هتسد الفجوه الغذائيه اللي هتحصل سنه 2050. ومصر هيبقى ليها دور كبير في الوقت ده، لان احنا اكبر منتج وهنفضل اكبر منتج واكبر مصدر ان شاء الله. بيحتاج ايه زراعه البلح، النخيل، في ايه الصعوبات اللي ممكن تواجه حد عشان انا عارفه ان النخله دي بتقعد سنين وسنين عشان تبقى طويله كده وكبيره، ومن امتى ومنتجة. بيبتدي ان هو لو انا عندي حزرع نخله من امتى يبتدي الطرح يطلع؟ هو الاصناف التقليديه بيبقى بتدينا انتاج اقتصادي بعد 4 5 سنين مثلا، انما دلوقتي في الاصناف اللي هي الحديثه اللي هي بتتصدر ممكن من بعد 2 3 سنين يبقى عندنا انتاج اقتصادي. يعني المجدول، في مزارع مجدول في مصر بتبدا تبشر، يعني تدي انتاج مبدئي بعد 2 سنين، وفي السنه الثالثه والرابعه يبقى عندك انتاج اقتصادي وتقدري تصدري منه على طول. فما بقتش الموضوع بالصعوبه بتاعت زمان، وبقت في شركات متخصصه في زراعه التمور بكثافه وفي مساحات شاسعه جدا. يعني دلوقتي بقى عندنا في مصر مزارع بال1000 فدان وال2000 فدان وال10000 فدان كلها تمور فقط. زمان في مصر ما كانش عندنا ثقافه مزارع التمور، كانت بتتزرع على حواف المزرعه او في مدخل المزرعه او في سور المزرعه، مش محصول اساسي. دلوقتي النخيل بقى محصول اساسي ومحصول استراتيجي، والدوله مهتمه بيه جدا. عندنا دلوقتي الدوره الرابعه من مهرجان القاهره الدولي للتمور، مهرجان بترعاه كل سنه وزاره الزراعه ووزاره التجاره والصناعه، والسنه دي كمان راعي ليه وزاره التنميه المحليه، لان زراعه التمور والصناعات القايمه على التمور ديت فعلا بتنمي المجتمعات المحليه وبتخلق لها فرص عمل. ده حلو قوي. يعني هتكلم على الصناعات كمان اللي قايمه على التمور. احنا معانا كمان استاذ محمد زيدان، دكتور كيميائي. حضرتك بقى حللت التمور وطلعت منها كل المنتجات اللي قدامك. احنا بنحاول يعني نستفيد اكتر استفاده من المنتجات بتاعه النخل، فانا حبيت يعني اتخصص شويه في طلع النخل. تمام. فعملنا منه طلع النخل اللي هو الباودر. طلع النخل ده اللي هو قلب النخله؟ لا، طلع النخل اللي هو حبوب اللقاح بتاعه التلقيح من الذكر للانثى. تمام. دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، مستوى البروتين فيه بعض الابحاث بتقول 46% بروتينات، غير الفيتامينات وغير الاحماض الامينيه وغير المعادن والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك، يعني منجم مكملات غذائيه. ده بقى استخدمه ازاي واستخدمه في حالات ايه؟ احنا عندنا في يعني هي عامله زي الباودر حياتك هي الباودر الاولانيه اللي هي اول واحده دي البودره اللي قدام حضرتك دي. دي هي اللي هي طالع النخل. احنا الطريقه العاديه ان هو بيتخلط مع العسل وناخد منه معلقه الصبح معلقه بالليل، لكن انا عملت حاجه جديده، عملت بلح حشيته بطلع النخل. طعمه حلو؟ طعمه ممتاز. من غير بلح طعمه كويس؟ هو طعمه مقبول، طعمه مقبول، طعمه مقبول اللقاح بصفه عامه. اوكي. تمام. فوائده ايه بقى على الجسم؟ هو فيه كل الفيتامينات دي، يعني مين يعني اللي ياخده؟ يعني هو مفيد جدا بالنسبه لاي حد عنده محتاج مثلا في محتاج نسبه بروتين، الناس اللي بتلعب كمال اجسام وكده، ومفيد جدا برضو للصحه العامه، اي حد عنده نقص فيتامينات معادن. ممتاز. وكمان في ثقافه بتاعتنا القديمه ان بيستخدم مثلا في زياده الخصوبه، فده يعني ايه من الطب التقليدي بتاعنا. وفي برضه منتج تاني حاولنا ندخل النحل مع طلع النخل. يعني نحل؟ نستفاد من ده اللي هو اني واحد اني واحد انت مسكني يعني كل برطمان تكال. ايوه ده تاني واحد. ده اوكي. ده عباره عن حبوب اللقاح من طلع النخل. تمام. وده اول منتج منفرد بالهيئه دي. تمام. يعني احنا استعملنا النحل في ان احنا تزرقوا الحبوب اللقاح بتاعت النحل من النحله. ان النحله نفسها على فكره حرام عليك. ان النحله نفسها نشغلها معانا مع الطلع. ايوه بس انتوا كده خدتوا حاجتها. لا 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 ما شاء الله هي بتنتج كميات حلوه كتيره. وخلينا النحله برضو استفدنا منها منتج ثالث اللي هو خبز النحل. ايه خبز النحل ده بقى؟ ده منتج يعني يعتبر في الثقافه المصريه لسه جديد. تمام. حتى انا كل الحاجات دي في الثقافه المصريه لا لا حتى بالنسبه لخبز النحل، حتى الناس اللي شغالين في مجال النحل يعني معظمهم مش عارفين خبز النحل. فلو نعرف كده نبذه بسيطه عن خبز النحل. خبز النحل في الاصل عباره عن حبوب لقاح. الحبوب لقاح احنا دي بناخدها من النحل قبل ما يخش الخليه، لكن لو دخل بيها الخليه وخزنها في العيون السداسيه ليها شروط ثانيه. الرطوبه اللي في الخليه، درجه الحراره، الوقت ممكن شهر، والنحل بيضيف ليها بكتيريا النفع. بكتيريا النفع دي احنا محتاجينها جدا. فالنحل بيضيف لحبوب اللقاح اللي هو خزنها في العيون السداسيه البكتيريا النفع، ومع الوقت ودرجه الحراره
محتوى خبز النحل من البكتيريا بيتكاثر، بيزيد جدا، تمام؟ فبيبقى محتواها من البروبيوتيك البكتيريا النافعه عالي جدا. دي نقطه. لا ده في كمان نقطه تانية، ان البكتيريا وهي بتتكاثر بتنتج مركبات ليها تاثير يعني ممتاز جدا في رفع المناعه. بعض الابحاث بتتكلم عن الموضوع ده باستفاضه. وكمان حاجه ثالثه كمان، ان خبز النحل يفرق عن حبوب اللقاح، ان التمثيل الغذائي ليه 4 أضعاف. يعني معلقه واحده من خبز النحل في القيمه او في التمثيل الغذائي قد 4 معالق من حبوب اللقاح. وفي برضه بيستخدم ازاي بقى؟ بالنسبه عندنا هنا حبوب اللقاح وعندنا خبز النحل، يعني كل واحد فيهم بيستخدم. احنا طالع النخل الاول حاجه ده حطيناه جوه البلح ومع العسل. مع جوه البلح او مع العسل. حبوب اللقاح ممكن ناكلها عادي معلقه صغيره كده الصبح، تمام التمام. او للناس برضه اللي بتحب ان هي تخلطها مع ايه؟ طعمها جميل جدا. معلش بقى انا هجرب يا جماعه عشان ايه انتوا عارفين. دي مقفوله؟ افتحيها. ينفع افتحها؟ خد فتفوته. النحل نفسه ضاف ليها برضه نسبه عسل، نفس احساس الخميره بيره مع هو ده احساس طالع النخل مع العسل مسكره. حلو قوي. لكن خبز النحل صح. خبز النحل ده طعم تاني خالص. ايه بقى اللي هو طعم حلو وحادق في نفس الوقت؟ ده اكل النحل اللي احنا خدناه منه. لا ده النحل اللي بتخبزه. النحله بتصعب عليا. وده ممتاز جدا لصحه القولون والهضم، يعني بتظبط الجهاز، بتظبط عمليه قد ايدي. حبايه كفايه يعني مثلا 3-4 حبات حلوين. حبايه واحده. لا 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 هو طعمها جميل بس انت ممكن طعم جديد. هو طعمه جديد. طعم جديد. مديه على الاكل الصيني شويه. يعني ما دقتش اكل صيني قبل كده. مزه ايوه ما هي دي. وعيش. خبز. يعني الثلاثه في بعض بس. لا بس يعني تاكل يعني تاكل ومفيدين. ممتاز. وده ممكن ايه يعني احسن استفاده ليها ممكن مع العسل برضو او تاكل وحدها، او انا بفضل اني اخلطها اخد نص معلقه كده على علبه زبادي وادوبها واكلها ثاني يوم. هيكون برضو تأثيرها أعلى بكتير. يعني الخبز تقريبا في بحث بريطاني فصل 73 سلالة من سلالات بكتيريا اللاكتيك من خبز النحل. الله. لا يعني فيعني قيمة يعني أفضل يعني لو هنبص على السوق ممكن أحسن حاجة في الحاجات اللي فيها البروبيوتيك نلاقي مثلا 5 سلالات. لكن ده في لا ده لسه كمان لسه الابحاث شغاله عليه. انت حطيت كل الحاجات الحلوه مع بين البلح مع النحل مع كل العسل مع احنا بنحاول. احنا عندنا بقى كمان التمور، وتمور اوروبيه يعني التمور مش مصريه. مش ماشي. اوكي مش المصريه. وانت بقى دخلتها البلد هنا بقت نوع تاني من. احكي لنا بقى القصه. بس هو احنا مصر هي اكبر دوله منتجه للتمور زي ما الدكتور محمود قال. بس الصناعه دي صناعه في بلاد الاقتصاد بتاعها قايم عليها. طبعا احنا هنا في مصر مش واخدين بالنا منها مع ان عندنا منها كتير من قديم الزمان. وبس احنا مش واخدين بالنا منها، فبالتالي وفي مساحات شاسعه وكل سنه عن تانية بتزيد. بس التطور في الصناعه دي بطيء جدا جدا. اولا ما فيش درايه بطلبات السوق العالمي بره، ما فيش طلب زياده. او هنا في مصر استخدام التمور لازال لسه موسمي بس سنه عن التانية. احنا كمنتجين وموزعين للتمور بنحس ان الزياده بدات تزيد على بس احنا كمصريين احنا بنحب البلح طول السنه. بس احنا بناكله في رمضان. يعني احنا بنحبه طول السنه بس الطلبات او الكثره في الطلبات بتبقى او بالنسبه لواحد يعني فاتح حاجه بيبدا يبيع منها تمور شركه تمور لا بيحس طعم. يمكن التمور دي كمان لانها اغلى فممكن تبقى الموضوع بالنسبه يعني. بس احنا مثلا البلح الزغلول الاحمر تمام لما من الدنيا بتتقلب من غير رمضان. حلو جدا. بس ده عشان موسمي، ده ما ينفعش يتخزن. زي الاصناف القديمه اللي هي السماني والحياني والزغلول والحاجات دي بتطلع في وقتها وتتاكل في وقتها. ما بتطولش اللي بعد كده. طيب انواع التمور الثانيه بقى ان احنا بدانا ندخلها مصر او اوريدي هي اصلا موجوده في مصر بس بدانا نطور في طريقه صناعتها نفسها او طريقه تقديمها للعميل نفسه. زي مثلا المجدول وده صنف جديد. انا عايزه اقول مجدول. اتفضلي. ثانية واحدة. في نوعين من المجدول او في حجمين. ده كبير قوي البلحية. ما شاء الله الله اكبر وتحسها مليانة من جوه. ما شاء الله.
حلو قوي. طبعا المجدول يعني هو صنف مستحدث جديد، لكن هو لقى رواج على مستوى العالم في كل البلاد، في كل حتى مستخدمين التمر نفسه، لان هو بيقدر يحافظ على نفسه فتره طويله. ده تحفه، ده يتحط جواه لوزه ويتعمل شوكولاته من بره يجنن. وحتى كمان ايه رايك لو حطينا طالع النخل مثلا طالع لا حاجه ثانيه طالع طالع النخل ونحطه فيه مع لوزه برده انت لوز تقريبا بالظبط. ده حلو جدا. صينيه بطاطا بالبشاميل بالبلح المجدول يا سلام. وايه كمان؟ في نوعين من المجدول او في حجمين. ده رطب اسمه الصعيدي، لسه جاي لحضرتك اهو. الصعيدي ده هي اسم النخله اسمه صعيدي. فاول ما بتطلع التمر بتبقى كده مرطبه، بتتقطف في التور ده من يعني من النضج بتاعها، بتتحفظ في ثلاجات وتتحط زي ما هي كده، بتفضل بالطريقه الفريش دي. ايوه دي احنا عارفين دي اللي بنقشرها زي البلح لما بيبقى النخله ويستوي على النخله. كده. تمام. بعدين بقى لو سبت نفس التمر ده على النخله هيبقى هو ده، بس بعد ما يتعرض لدرجه حراره معينه عن طريق الجو بيحصل له نشفان كده شويه. ده برضه بتاع رمضان. بالظبط كده. ايوه البلح الناشف. في بقى اصناف جديده كانت بره مصر وبدات حاليا تزرع في مصر، زي مثلا السكري. السكري ده تحفه بموت فيه. في برضه المفتل السكري، يعني في سكري رطب وفي سكري مفتل. في دي دجله نور، دي مشهور بيها اكتر ليبيا وتونس والجزائر. وبدات على فكره بدات تتزرع هنا في مصر يعني في الفتره الاخيره. ده اسمه الخضري، ده من الانواع او الخضري والصفاوي من نوعين السكر فيهم قليل جدا، لانه برضو عشان يقدر الواحد دول ادوق واحده. اتفضل. سكر تقريبا حلو. بسيط خالص. حلو قوي. تقدر تاكلي منها مزبوط. تمره واثنين. بالظبط كده. تمره واثنين وثلاثه. نفس الكلام برضو الصقعي. الصقعي ده برضو بدا يتزرع في مصر وبرضو سكره قليل. احنا عايزين طبعا حلقات وحلقات عشان نعمل كل ده. هو القصه كمان ما بقتش تمور بس، ده احنا كمان عندنا دبس مصنعات ده حلقه تانية. بالظبط. ودي العجوه. دي العجوه يا جماعه معروفه بالبيت بتجنن. بعجوه. دي عجوه المطحونه كده. احنا الله بتتسيح بقى بزبده سلام. او وتحط معاها يعني، دي برضو من المصريين بياكلوها من زمان جدا يعني. ده حاجات يعني بجد تسلم ايديكم. بدأت بقى الفترة الأخيرة مثلا الأطفال أو كبار السن اللي ما بيقدرش ياكل التمرة، في أطفال كتير جدا ما بتحبش تاكل التمرة كده زي ما هي. فالدبس هو اللي بيحل. السبريد هو عبارة عن تمر مطحون وحطينا عليه قرفة كنز فانيليا. كنز من عند ربنا عندنا في مصر، كنز كبير جدا 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 من أنواع كتير جدا من التمور، والتمور بيطلع منها حاجات تانية كمان مفيدة جدا لجسم الإنسان والفيتامينز اللي فيها. فإن شاء الله بإذن الله الكنز ده يدر علينا عائد كبير جدا، نقدر إن احنا نصدر أكتر، نصدر التمور ومنتجات التمور. بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا ونورتوا بيت السفيرة عزيزة، وميرسي جدا على شغلكم الحلو ده. عفوا. شكرا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ودي حلقة نهاية الأسبوع. إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة يوم السبت الجاي من برنامجكم برنامج السفيرة عزيزة. باي باي.